ساندي وريكي غادروا من لندن لباريس عشان يقابلوا جوليان اللي كانت بتدرس هناك عشان تكون متخصصة في تصميم الأزياء، وتورطوا في عملية خطف، لكن ساندي قدرت إنها توصل لنهاية سعيدة هي وريكي، ووصلوا لباريس عاصمة أجمل أزياء في العالم كله. وبيروحوا يدوروا على بيت جوليان، واللي كانوا متخيلين إن أكيد هيكون شكله بيت جميل جدا، لكنهم بيلاقوا بيت قديم، وبتطلع لهم ست عجوزة وبيسألوها عن جوليان، وقالوا لها هل هي بترسم في الأزياء؟ قالت لهم معرفش عنها حاجة. وبيستنتج ريكي هي ليه جوليان بطلت من فترة تبعت أي جوابات للملجأ، وريكي بيشوفها من بعيد وهي جاية وبيفرح جدا، وبيروح لها وبيتكلم معاها وبيقول لها أنا ريكي اللي كنت معاكي في الملجأ، وبتتعرف عليه وبيعرفها على ساندي، وساندي بتقول لها إن أنا دلوقتي بقيت مراسلة صحفية في مجلة رينوود. وسألتهم أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ فريكي قال لها إن الناظر العام قلق عليها جدا وبعتهم عشان يدوروا عليها، وقالت لهم أكيد عشان بقالي فترة ما رسلتهمش، وده عشان أنا خلاص اتغيرت وما بقيتش جوليان اللي هم يعرفوها. أنا نلت جايزة خاصة في واحدة من أهم دور الأزياء في فرنسا، ويلا بينا نحتفل بالمناسبة السارة دي. وراحوا المكان اللي هي بتدرس فيه وشربتهم عصير بالمناسبة دي، وريكي بيقول لها إحنا هنكون أصحاب، وساندي بتقول لها وإنتي لازم أكيد هتصممي لي فستان بالمناسبة دي، وبترد جوليان وبتقول لها طبعا وليه لأ، هصمم لك فستان ليكي يا ساندبل، وقالت لها هلبسه وأحضر بيه حفلة راقصة، وهي بتتخيل نفسها على الأنغام بترقص هي ومارك، وجوليان بترقص مع ريكي، وكانوا مبسوطين جدا، وبيتفاجئوا ان ساندي بتقع وبتضحك وهي بتقول لهم كده بقى عندنا موضوع جميل جدا. ريكي قال لها هناخد صورة الجايزة اللي انت اخدتيها في حفلة الازياء. قالت لهم جوليان يلا بينا نروح على المعرض، وبيشوفوا التصميم وعليه اسم جوليان وجنبه الفستان بعد تنفيذه، وريكي قال لها يلا عشان تتصوري جنب التصميم الرائع ده، وفجأة بتظهر كيكتي ومعاها المصور كمان، وساندي بتسألها ايه اللي جابك هنا يا كيتي، وكيتي سألتها نفس السؤال، واتضح انهم بيحسبوا ان جريدتهم بس هي اللي عندها علم بالجايزة، ودخلت كيتي على جوليان وهي بتقول لها انها كيتي شيرر من المؤسسة اللندنية، وان احنا مش اي جريدة وبنستخدم ورق فاخر للطباعة مش اي صنف رخيص، لكن جوليان بترتبك وبتقول لهم ما اقدرش. قالوا لها ما تقدريش على ايه، هي جريدة رينوود دفعت لك عشان ما تصوريش مع جريدة غيرها، وساندي بتقول لهم احنا ما نعملش كده ابدا. وبترجع كيتي وبتقول لها ليه ما تكتبيش قصتك في حين انك سمحتي لجريدة رينوود انها تكتب قصتك، لكن جوليان فجأة بتنهار وبتقول لهم انا مش عايزة اي حد يكتب قصتي، وبتجري منهم وبتسيبهم. وبترجع كيتي وتقول لساندي اوعي تفكري انك عملتي اتفاق مع جوليان، وبتقول لها انا ما عملتش اي اتفاق معاها، وريكي بيقول لها على اي حال احنا يهمنا ان احنا ننشر القصه دي على جريدتنا، وساندي بتقول لها يا كيتي لو عايزه تنشري قصتها في جريدتك انا هساعدك. ساندي وريكي بيروحوا لجوليان وبيقول لها ليه مش عايزه تنشري قصتك في الصحيفه اللندنيه، وجوليان بتقول لهم ولا الصحيفه اللندنيه ولا اي صحيفه تانية، وبتقول لهم كمان انا مش عايزه اي حد يعرف قصتي الا الناظر العام واصدقائي بس كده. وريكي بيقول لها طب احنا عايزين نعرف ايه السبب، انت مخبيه حاجه عننا، وبتعترف لهم انها سرقت الرسم، وقالوا لها ان ده كلام خطير جدا. بعدها بتقول لهم انها فاشله وانها نقلت الرسم ده من فنان تاني، وبتقول لهم ان الرسم ده لو انتشر على صفحات الجرائد صاحبها هيشوفها، وساعتها هتقع الكارثه عليا ومستقبلي هيضيع، وبتوريهم الرسم الحقيقي. وبتكتشف ساندي بيل ان الرسم ده رسم مارك، ولما بتتعرف عليه بتقول لها انت تعرفي الرسام ده، وريكي بيقول لها ده صديق ساندي، وبتفرح جدا انه صديق ساندي بيل، وساندي بتقول يبقى اكيد مارك موجود في باريس، وسالتها هو كان موجود فين لما رسم لك الرسمه دي، وقالت لها انه موجود قرب نهر وراحوا يدوروا عليه في المكان، ولما وصلوا المكان بتقول لها عاده بيكون في المكان هنا، يمكن يكون اتاخر شويه النهارده، وحكت لهم ازاي رسم لها الرسمه لما قابلته، وابتدت تحكي لهم ازاي رسمها لما قابلته، وكانت يائسه جدا لان خلاص فلوسها خلصت معاها، وشافته شاب غلبان وشكله برضو بيعاني، وطلبت منه يرسمها على سبيل الهزار معاه، ولما رسمها
رسمة طلعها مش كئيبة زي ما هي، لكن خلاها جميلة جدا، فطلبت منه بعد كده انه يرسمها رسمة وكأنها لابسة فستان جميل غير اللبس اللي كانت لابساه، وقالت لهم الصورة كانت جميلة جدا عشان كده سرقتها وقدمتها للجنة. وساندي بتقول لها ان مارك انسان جميل، وبتطلب جوليان من ساندي ان بما ان مارك صديقها بتطلب منها اذن ان مارك يسيب لها الصورة كأنها ملكها عشان بكرة حفل توزيع الجوائز، وبتقول لها ارجوكي اعملي كده عشاني. وساندي بتقول لها ان مارك شاب لطيف ومش هيقول حاجة بالنسبة للرسمة، لكن اذا انت استعملتي الرسم غيرك دلوقتي عشان تفوزي بالجائزة انت بكده بتضيعي مستقبلك. لكن جوليان قالت لها الجائزة هتخليني رسامة محترمة، خلاص مقدرش ابتدي عمل شاق من جديد. وساندي بتقول لها كلنا بنتعب في شغلنا، حتى مارك من عيلة غنية لكنه بيكافح وبيناضل. وبتقول لها انت تعرفي ان مارك خسر باباه ومامته في حادث سيارة، لكنه بيعمل بجد عشان يوصل للي عايزه في حياته، وبيتعب في شغله جدا وبيدرس دلوقتي عشان يبقى رسام ناجح وهو ده هدفه. وجوليان بتقول لها خلاص لو انت مش عايزة تسأليه هسأله انا بنفسي. وبتروح جوليان تدور على مارك عشان تاخد منه الاذن، وبيلفوا عليه اماكن كتير جدا لكنهم مش بيلاقوا مارك. وفي طريقها عشان تاخد الجايزة بتقول لها على العموم مارك هيفهم ان انا حاولت اخد الاذن منه. وبتقول لساندي انها رايحة تحضر حفل توزيع الجوائز، وريكي بيقول لها كل الصحفيين هيكونوا موجودين، فبترد تقول لهم خلاص ما بقاش يهمني، مارك شاب لطيف ومش هيزعل ابدا لما يعرف اني زورت في الرسمة. لكن ساندي بتقول لها مش مهم مارك ساعتها هيقول ايه، المهم شعورك انت. قالت لها انا مش بشعر بحاجة. وساندي بتقعد معاها وبتقول لها انت عانيتي وقسيتي كتير، لكن اللي انت هتعمليه ده هيقضي عليكي. ردت قالت لها لا انا انتصرت على الفقر بالجائزة دي. وعشان تاخد الرسمة كأنها بتفتكر كلام مارك وساندي بيل ليها وبتبكي. وأثناء حفل توزيع الجوائز والكل منتظر ان جوليان تيجي عشان تاخد اكبر جائزة، لكنها بتكون بعتت لهم رسالة مضمونها انها ما تستحقش الجائزة الكبرى وكمان متنازلة عن كل حقوقها. اول ما كيتي بتسمع الخبر ده بتقول ليه اتنازلت، وبتنشي هي والمصور وبيقولوا انهم ضيعوا وقتهم وبيسيبوا الحفلة. لكن ريكي بيقول لساندي واحنا بس اللي عارفين ليه جوليان اتنازلت عن الجائزة. وبيرجعوا لجوليان وبيلاقوها سابت بيتها وسايبالهم رسالة ومضمونها انها هتحاول انها مش هترجع تاني الا لما تكون قد الجائزة دي بمجهودها هي. وقالت لهم هعرفكم لما الجائزة دي تكون في ايدي، وقتها تعالوا عشان تاخدوا حديث صحفي ارجوكم. وساندي بتقول لها اكيد هنعمل كده. وريكي بيقول لساندي طب هنقول ايه لرئيس التحرير؟ قالت له هنقول ان جوليان هتشتغل ليل نهار عشان تاخد الجائزة الكبرى. وبكده بيخلص ملخص الحلقات دي، فتنسوش تدعمونا باللايك وشير كتير. سلام.